خلوني ارحب بيه دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاري. دكتور علاء، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور، واهلا بالساده المشاهدين. انا عايز، معلش، ايه يعني، انا هاخد من حضرتك شويه وقت فاستحملني في التفاصيل. تحت امر. يعني انا هبدا من مساله الكلام اللي اتقال على السلع الاسبوع اللي فات فيما يتعلق بالشاي، احتياطي للشاي والبن تحديدا، وان احنا عندنا ازمه كبيره جدا جايه في البن وبتاع. والاخبار دي او المعلومات دي منسوبه لناس مثلا مش عارف ايه في غرفه ايه التابعه لايه. الاول حقيقه الموضوع ده ايه يا فندم فيما يتعلق بالشاي والبن؟ بدايه احنا عندنا رصيد شاي معدي السنه على ارض مصر، جوه مصر، خارج المنافذ الجمركيه. عندنا رصيد بن 3 اشهر ونص بالمثل على ارض مصر خارج المنافذ الجمركيه. يعني دول موجودين في مخازن الحكومه والقطاع الخاص، الشاي والبن موجودين ما بين رصيد استراتيجي، الشاي عندنا منه رصيد استراتيجي، ما بين تجار جمله، ما بين مصانع اللي بتتولى التعبئه في المخازن بتاعتها، ما بين تجار تجزئه، ما بين بقال، على مستوى الجمهوريه بالكامل. سنه عندنا للشاي، سنه 13 شهر لو حضرتك عاوز بالظبط، 13 شهر 3 ايام. و3 اشهر ونص بالنسبه للبن، وبالتالي ما عندناش اي نقص. ده غير هناك جهد مستندات شحنتين من، يعني شحنات من الشاي ومن البن موجوده في المواني، بمجرد الافراج عنها يعني بنتكلم في اقل من ساعات ممكن تدخل جوه مصر. ولكن ليس هناك عجله. هي المشكله كلها بتيجي. طب الاول الشحنات دي لما تضاف ان شاء الله هيزيد الرصيد عندي؟ يعني ال 13 شهر هرجع للي حضرتك كنت بتتكلم فيه، الاولويات. انا النهارده اولوياتي ان ما فيش عندي اي مصنع او محل او تاجر او مؤدي خدمات يقفل، ما فيش عامل يتم يعني الاستغناء عنه. بالظبط، ده بالنسبه لي الاولويه. وبالتالي لما يبقى عندي سلعه موجود منها رصيد كافي او مستلزمات انتاج موجود منها رصيد كافي جوه مصر، ما هياش اولويه ان انا افرج عنها حتى لو كان جات لي مينا. الاولويه للي ابتدى ينقص. ده الاولويه الاولى. تمام. ان انا عندي كمثال، كان عندي كميات الزيت مثلا بيتم تخزينه في صهاريج موجوده داخل المواني، داخل المنطقه الجمركيه. بيطلع منه كميات بتروح على التنكات اللي في المصانع تتعبى في ازايز، وتروح تاجر جمله، تاجر تجزئه، والمستهلك يبتدي يستخدمها. لما الرصيد اللي موجود داخل المصانع بيبتدي ينقص، لازم افرج عن كميات مباشره وفورا. اعمل تغذيه للسوق، يعني اعمل احلال لما تم استهلاكه. تمام. نفس القصه بالنسبه للرصيد الاستراتيجي، وده يمكن هتكلم فيه بقى بالتفصيل اكتر. ان لما بينقص عندي حاجه من الرصيد الاستراتيجي، يا اما بستورد او لو موجود في المواني ببتدي اعجل من الافراج عنه. فانا الهدف الاساسي هو ان مفيش حاجه تبقى ناقصه للمستهلك. اللي بيحصل يا فندم ان لما بنلاقي بناء على المسح الميداني في السوق والبيانات بتاعه الاستيراد وبيانات الاستهلاك، بنبتدي نشوف ايه اللي ابتدى ينقص. وبنبتدي بنرفع لجنه الازمات في مجلس الوزراء، اللجان المتخصصه، لجنه السلع المشكله بقرار رئيس الوزراء اللي موجوده في وزاره التجاره والصناعه، لجان وزاره التموين، بنبتدي نرفع لمجلس الوزراء، بيخاطب البنك المركزي بيقول له السلع دي ليها اولويه وعجل بالافراج عنها. والبنك المركزي مشكورا ما بيتاخرش في هذا الموضوع. تمام. النقطه بقى بتيجي في ايه؟ سلعه موجوده بكميات وفيره في مصر، ولكن احد المستوردين او احد المصانع رصيده ابتدى يخلص. زي ما حصل مثلا في 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 مصنع معين وعمل مخاطبه لمجلس الوزراء، مش كده؟ وبالتالي حضرتك انا ما عنديش مشكله، ده من حقه ان هو يخاطب مجلس الوزراء. المشكله كلها لما بتوجه للاعلام، وده رجائي للاعلام المصري. ما احنا بنتكلم مع حضرتك اهو يا دكتور، بنتكلم مع حضرتك. ده رجائنا، ان انا اي موضوع سيء او حسن الاعلام لابد ان يغطيه، دي السلطه الرابعه ومحدش يقدر يتكلم فيها. تمام. ولكن لابد من التحقق من حاجتين، ودول للاسف كثيرا لا يحدث. نمره واحد، ان البيان اللي المصدر قاله بيان سليم. كويس. لا توجد جهه حكوميه هتخبي المعلومه. حتى لما هتتصل بينا كاتحاد غرف تجاريه هقول لك الرصيد كذا باليوم. صحيح. يعني انا معلش عشان اكد تاني، لانه ده الناس يسمعوه ويوثقوه، انه رصيد الشاي في مصر 91
و670 91 طن مش هيفهمها و670 المواطن. 13 شهر، 13 شهر دي هيفهمها المواطن. والبن 18 960، البن 3 يكفي شهور ونص، 3 شهور ونص البن بالضبط. 3 شهور ونص يا جماعه، كمل يا فندم انا معاك. فاللي بيحصل ايه؟ لابد من التواصل مع الجهات الحكوميه المعنيه اللي عندها البيانات الموثقه، الاتصال مش عاوزين الحكومه، عندك اتحاد الغرف، عندك اتحاد الصناعات، عندك جهات كثيره رسميه بتديك البيان السليم. تمام. القصه الاخرى ودي الماساه، انا النهارده كاتحاد غرف تجاريه عندي 5 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات. ليس من حق حد فيهم ان يتحدث باسم الغرف التجاريه. ما ينفعش ان يذكر في بيان او في الاعلام ان فلان عضو الغرفه التجاريه، ما هو ال 5 مليون اعضاء. بالظبط. وبالتالي انا لازم المسؤول هو اللي يتكلم. وما ينفعش ان واحد يجي لنفسه صفه ليست موجوده، رئيس لجنه السلع الغذائيه، شعبه السلع الغذائيه باتحاد الغرف التجاريه، مش عندي، ما عنديش الشعبه دي. ما عندكش، ما عندكش الوظيفه دي، المسمى ده مش موجود اصلا. فكل رجائنا هو التحقق من سواء حد ذو مصلحه بيتكلم او حد يهوى الظهور في الاعلام فبيدي لنفسه أهمية. بالظبط، ويتكلم في اللي ما يفهمش فيه. أو يبتدي يجود معلومة أراها من ويب سايت سواء لم تتحقق أو ويب سايت مغرضة، ويبتدي يكررها والتاني يكررها منه، وبالتالي اللي بيحصل في السوق يبقى دي المشكلة. النهاردة حضرتك لما تعرف إن في نقص في الشاي أو نقص في البن، أول حاجة هتعملها هتنزل تروح تشتري عشان تخزن. صحيح صحيح. وأنا كتاجر في نقص معناه السلعة هتزيد، ابيعها ليه النهارده؟ ما نستنى يومين ثلاثه لما تزيد واكتر فيها اخزنها. اخزنها، ده حقي. فبالتالي انت دمرت السوق، وبالتالي خلقت ازمه اصلا مش موجوده. فده رجعنا للجميع ان التحقق من البيانات قبل ما ننشرها، والكلام ده مش في الاكل بس، الكلام ده في كل حاجه، في كل حاجه، في المواضيع الامنيه، في المواضيع السياسيه. احنا ممكن زي بالظبط ما اثير، ما اعرفش رئيس الجمهوريه جاب الطياره بكذا، كلام فارغ. وابسط حاجه احنا لما بيبقى في معلومه زي، يعني احنا لما تناولنا الموضوع ده اصلا واتكلمنا، حتى انا كنت بقول يا جماعه انه لما يقول انا عندي رصيد شهر شهر، حتى ده كتير يعني في السلع وفي وقت ازمه، ده رغم انه عكس الواقع في مصر، عكس الواقع. للي فخامه الرئيس عمله من سنتين، اول ما ابتدت ازمه الكورونا، محدش كان عارف الكورونا دي هتقعد شهر شهرين سنه سنتين، محدش عارف. ودينا شايفين ان هي اثارها ما زالت مستمره بعد سنتين. وكل شويه موجه جديده تيجي. ففخامه الرئيس وجه بحاجتين مهمين جدا. نمره واحد، زياده الساعات التخزينيه، لان انا يا فرحتي اني استوردت وما عنديش حته تخزن فيها. انت القمح بيتحط في الصوامع، زي ما اتعمل في الصوامع، مشروع الصوامع ده انقذ مصر بشكل كبير جدا الحقيقه. مش الصوامع بس. تنكات الزيت لزيت الطعام. لما زيت الطعام اتمنع، انت عندك من بدايه حرب روسيا واوكرانيا 50% من زيت عباد الشمس جاي من عندهم. حصل نقص في زيت الصويا اللي جاي من البرازيل والارجنتين، نقص عندهم. وبالتالي حطوا رسوم على تصديره. زيت النخيل اللي بيستعمله في القلي اللي بيجي من جنوب شرق اسيا، كذا دوله منعت تصديره من اساسه، ففجاه الاسعار ضربت في السماء. انا لو ما كانش عندي رصيد استراتيجي موجود، كان زماني اضطريت اشتري بالاسعار العاليه جدا. احنا وفرنا مليارات بمجرد التوجيه اللي فخامه الرئيس وجه بيه مجلس الوزراء بكافه الوزارات، قاموا بالتنفيذ. اتعمل مش بس في السلع الغذائيه، اكبر صهاريج بترول وبوتاجاز على مستوى العالم اتبنت في مصر. دي معلومه يمكن قليل اللي يعرفها، وده اللي نجدني لما برميل بترول نط وعدى ال 100 دولار، انا بطلت استورد. نفس القصه في السلع الغذائيه لما طلعت، طلعت لسبب ان الدول الغنيه كانت قادره ان هي تشتري كميات عشان تخزن، انا كنت اوريدي مخزن من زمان. طيب التوجيه الثاني من فخامه الرئيس كان توفير التمويل للاستيراد والتخزين ورفع الرصيد الاستراتيجي اللي كان طول عمره حوالي 3 اشهر تقريبا، بقى على الاقل 6 او 9 اشهر على حسب السلعه. طيب لو خدت حضرتك ليه رصد تاني، انتوا في اتحاد الغرف التجاريه رصدتوه ما يتعلق بالاسعار السلع على مستوى العالم، وان في تراجع في هذه الاسعار. حضرتك
بدايه غزو اوكرانيا ده كان بدايه لارتفاع لم يشهده العالم، وصلنا لاسعار لم يشهدها العالم لكافه السلع بما فيها السلع الغذائيه. بقالنا 4 أشهر الاسعار في نزول مستمر، اخر نزول كان 8.6 المتوسط بتاعه لكل سله الغذاء. تراجع في الاسعار تراجع في الاسعار. احنا ما زلنا اعلى 13% من الشهر المثيل من السنه الماضيه، ولكن متوقعين ان خلال الشهرين الجايين هنرجع للاسعار الطبيعيه. وده يمكن اللي احنا قدرنا نعمله، ان اثناء الجنان اللي حصل على مستوى العالم احنا بطلنا نستورد. ليه؟ لان كان عندي رصيد يكفيني ويعديني لقدام. ولما ابتدت الاسعار العالميه تنزل ابتديت اعمل احلال تدريجي بكميات بسيطه، ما هياش كميات كبيره، لحد ما توصل الاسعار اللي شايفين ان هي العادله، وابتدي اعوض كل المخزون اللي استهلكت منه اجزاء. ده يمكن في انخفاض رهيب حصل 20% تقريبا 19.2 في الزيوت، في الزيوت النباتيه. ده ادنى مستوى من اكتر من 10 أشهر، يعني قربنا من اسعار السنه اللي فاتت. يعني انا عندي طبقا لمؤشر منظمه الاغذيه والزراعه فندم الامم المتحده الفاو، انه يعني الزيوت النباتيه زي ما حضرتك بتقول 19.2 انخفاض في اسعار الحبوب 11.5%، الاسعار السكر 3.8%، منتجات الالبان 2.5%، اللحوم 5%. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يفتح لنا قضية مهمة جدا، الراجل في الشارع وأكيد حضرتك أدرى مني بيها جدا، يقول إنه الأسعار في العالم لما تبقى لوازم التشغيل والإنتاج والظروف بتؤدي إلى زيادة الأسعار، لما الظروف دي تنتهي الأسعار بترجع. مصر الأسعار فيها بتزيد ما بترجعش. لا يا فندم، يعني خلينا نتكلم يعني انا طيب لا أنا الاول الاول حضرتك بتسمع ده في الشارع عند الناس، يعني الصوره دي اللي متكونه عند الناس انه لا يا جماعه ده الاسعار موجوده، ما اقدرش انكر دي صوره موجوده احنا طبعا، عايزين نفككها يعني نقول للناس ايه عنها. يعني خلينا ناخد سعر السلعه لما بتيجي للمستهلك اللي موجود على الرف. اللي انا بسعى اليه كدوله وك تنظيمات لمجتمع الاعمال زي اتحاد الغرف واتحاد الصناعات واتحاد البنوك، التنظيمات كلها اللي بنسعى عليه نمره واحد الوفره. ليه؟ صحيح، لان لو السلعه نقصت السعر هيضرب في السماء، ده غير انه مش هنلاقيها. فنمره واحد اللي بسعى اليه ان دائما السلعه متوفره وبكميات كافيه وبماركات متعدده تتنافس مع بعضها. هو اللي بيحصل ايه يا فندم؟ هو يجرؤ منتج ان هو يرفع سعره. اللي هيحصل ايه؟ انت النهارده نازل تشتري حاجه من البقال اللي جنب البيت، لقيته رافع الاسعار. رحت البقال في اخر الشارع لقيت سعره اقل، هبطل تروح لده. صحيح. اللي هيحصل ايه؟ ده غصب عنه لازم ينزل باسعاره. المبادرات المختلفه اللي بنعملها، اهلا رمضان، اهلا مدارس، كلنا واحد، مبادرات سواء الدوله او القطاع الخاص بيعملها. دي اللي بتعمله ايه؟ انا باخد السلعه من المنتج مباشره الى المنفذ اللي انا بوزع فيه. تجاوزت سلاسل التوزيع من تاجر جملة وتاجر نص جملة ونقل وتعتيق وتحميل وأرباح ومصاريف إدارية. وبالتالي بقدر أدي خصومات كبيرة في هذه المنافس. اللي بيحصل إيه؟ المحل اللي جنب المنفذ غصب عنه لازم ينزل بسعره. بالظبط. دي اسمها آليات السوق المهذبة اللي موجودة في الدستور. اللي بنسعى إليه دايما إن أزود عدد المنتجين والوفرة بتاعت هذا الإنتاج تخش في أي محل، الاقي 4 ماركات مختلفة لنفس السلعة. دول بيموتوا في بعض، هو بيصرف في اعلانات عشان الناس تعرفه، ولازم ينزل سعره قد ما يقدر عشان يبقى منافس. قرار رفع السعر للسلعة ما هوش قرار هين، مش قرار سهل يعني. استحالة. لانه هيخرج من السوق، حضرتك مكسب التاجر ليس من البيعة الواحدة، دي لازم الكل يفهمها. مكسب التاجر من دورة راس المال، انا كل ما ابيع واجيب بضاعه جديده وابيع تاني ادور راس مالي 10 مرات في السنه هكسب اقل من 40 مره في السنه. وبالتالي لو قللت هامش ربحي وجذبت الزبون في الحاله ده هي هدور راس مالي اكتر هكسب اكتر. صحيح. دي نقطه، وده اللي الشركات بتعمله لما بتيجي تعمل بروموشنز
وتيجي تقول لك والله احنا عاملين خصومات على البند الفلاني، او اشتري اثنين وخد الثالثه مجانا زي في الاوكازيون. الفكره كلها في ايه؟ ان بزود دوره راس المال، بقلل هامش ربحي، بدل ما اكسب 5% في البيعه الواحده، لا انا موافق اكسب 1% واعمل 100 بيعه. تمام. هلاقي نفسي في الاخر كسبان اكتر. فدي نقطه مهمه لازم المواطن يبقى عارفها. حضرتك حته بقى ان الاسعار بتنزل او ما بتنزلش، افصل ما بين ان الاسعار العالميه ارتفعت او انخفضت، ولما توصل على الرف للمواطن دي قصه اخرى. كمثال، لو انا النهارده الاسعار العالميه زي ما حصل دلوقتي انخفضت ب 8%، انا زياده الدولار لما عومنا كام في الميه؟ انا قدامي 3 اشهر على ما الاسعار الجديده دي تسمع في السوق. نزول الاسعار ده هيثبت لي الاسعار، مش هينزلها بالنسبه للمواطن. بمعنى تمام، حضرتك انا النهارده عندي زياده في سعر الدولار 15%، وعندي انخفاض في اسعار السلع الغذائيه 8%. المفروض ده هيعادل ده، وبالتالي مش هشوف زياده في الاسعار. يعني اللي هو المساله تبقى فيها تثبيت، مش انها بتتراجع. تثبيت ده في المتوسط، انا بتكلم في انما هناك سلع زي الزيوت هلاقي السعر انخفض. لان الانخفاض بتاع الزيوت 19% ده الانخفاض الرابع، ولسه في انخفاض تاني المفروض متوقع خلال الشهرين الجايين، يبقى بالتالي سلعه الزيت لما هتنزل السوق في مصر فسعرها هتكون اقل، لان الانخفاضات اللي حصلت دي اكبر من حجم الفرق العمله التعويم اللي حصل. انما لما حاجه على الالبان واللحوم نسبه الانخفاض قليله. وبالتالي التعويم اعلى منها، فهيعادلوا بعض. طب لو في سلع هتنخفض، في سلع عشان بس المواطن اتفضل طب يبقى فاهم ان مش كل السلع هتنخفض، انما بالنسبه للظروف العالميه اللي بتحصل حاليا ان انا الاسعار تثبت. على فكره الدوله بتصرف مليارات لتثبيت الاسعار من خلال السلع المدعومه زي التموين وزي العيش وغيرها. البنزين حضرتك الزيادات اللي حصلت فيه عالميا الدوله اللي شالتها. صحيح. انا الزياده اللي انا شفتها كمواطن دي نسبة ضئيلة جدا من الدولة من الزيادة من الزيادة الفعلية اللي الدولة شالت الفرق. صحيح. والدولة بتحاول قد ما تقدر ان يعني حتى لو تذكر توجيهات فخامة الرئيس لوزير الكهرباء لما قال له اجل الزيادة. لا لشيء سوى ان المواطن متحمل زيادات كتير جدا غصب عنه. طب لو سألت حضرتك كدولة بحكم فيه. لو سألت حضرتك على اتحاد الغرف التجارية وفكر معايا ليه، يعني في قضيه مهمه جدا، فكره اللي هو تخمين الاسعار، او اللي هو فكره ايه؟ انه انا الاقي انت تلاقي حضرتك موقع مثلا يقول لك انه ايه الاسعار هتزيد 30%، او واحد حتى بيتكلم في التلفزيون طالع يقول لك خلي بالكم الايام اللي جايه دي الاسعار كلها هتضرب 50%، السلعه الفلانيه دي الكرتونه البيضة هتبقى ب 120 جنيه، اللي مش عارف ايه، هنا ده يعني ال عاوز اسميه ايه؟ يعني الحبل السايب ده يتلم ازاي؟ يتلم بالبيان اللي نزل من جهاز حماية المنافسة. طب مش في قانون حماية المنافسة نزل بيان واضح جدا. لا الغرامة تصل ل 100 مليون جنيه للي يتكلم على الأسعار بالزيادات. ايوه، ما ده اللي انا بتكلم، مش البيان بالقانون، في مادة في قانون جهاز ممارسة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بيقول ده، بيتكلم على ده، انه لما حد يقول يخمن في الاسعار او يقول الاسعار هتزيد ده بيعاقب بالقانون، مش كده؟ ده يعاقب، هذا يجرم مجرم قانونا، سواء ان بنتكلم على نقص سلع او رفع اسعار، لان ده اسمها اشارات سعريه. اشارات سعريه بالظبط. ده المصطلح اللي في القانون. الاسعار هتنزل ده حقي عادي لكن هترتفع من غير، انما هترتفع لا يوجد من يجرؤ ان هو يتكلم انا ممكن اقول اسعار ارتفعت زي ما أيوة برنامج تلفزيون بينزل بيرصد السوق ويقول والله الاسعار من اسبوع كانت كذا وادي على الرف النهارده بكذا. دي حصلت. ده من حقي ان انا اتكلم فيه. انما ان انا اقول هيحصل، اللي بيحصل انك انت بتقلق الشارع، بتقلق المواطن بيبتدي يخزن، بتقلق التاجر فيبتدي ان هو يحجب السلعه، وبالتالي بتخلق ازمه ما كانتش موجوده. صحيح. وده اللي حصل في موضوع الشاي والقهوه. صحيح. بشكرك جدا دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاري.